سبق ان تروا اصدقاء مارتي كما قلنا برسم الجوله السابعه من الدوري المغربي للفوتسال عند الوسط على صالح سبق ان تروا محمد بوعبيد في التنفيذ كيسددها وكيضيعها بغرابه وكانت هذه خطيره لصالح سبق ان تروا انس ناصر كان بامكانه التسجيل وتبدع بغرابه طويله من حارس طويلة اتجاه اللاعب محمد زيدان يعني لعبة كانت جميلة تمريرة كانت طويلة من اللاعب عمر سليمان واللاعب محمد دازغاي كيسدد الكرة بشكل جميل على الطاير مسمها المها يعني تمريرة جميلة من عمر سليمان واللاعب محمد دازغاي بيسار الكرة ديالو مقطوعة من اللاعب مارتيل سليمان كيبحث على التسديد لكن تصدي موفقة من الحارس محمد متوكل كانت يعني محاولة هجومية خطيرة من اللاعب مارتيل قادها ولاد عمر سليمان لكن بسرعة عند اللاعب محمد دازغاي عند اللاعب كريم كانت تسديده يعني مغافلة كانت بسرعة ما كانش تنظيم دفاعي محكم من لاعب نادي سبورت قنيطري واللاعب محمد حاتم ريسوني كيستغل الفرصه وكيسدد تسديده يحيى بايا كيتقدم الكره الحكم كيصفر كيعطي لانس ناصر كيسدد كانت جميله كما قلنا يحيى بايا كيودي في الخبره ديالو في هذه الكره هذه كانت تمريره على المقاس وانس ناصر ما كيفوتش الهديه وكيترجم الهدف الاول لصالح نادي سبورت قنيطري في الدقيقه 23 من المقابله نادي تطويله في القسم المغربي كره من مارتي تسديده كانت قويه لكن الحارس محمد المتوكل في المكان المناسب محمد المتوكل كيستمر في التالق ديال مع نادي سبورت قبل قليل ضربه خطا في التنفيذ ديالها يحيى بايا كيلعب بسرعه عند محمد بوعبيد تسديده مباشره بسرعة ما بين محمد بوعبيد عند يحيى بايا والهدف تعديل النتيجة عن طريق مهدي جعيدان كيتمكن من تعديل النتيجة لصالح نادي سبورت قنيطري هدفين مقابل هدفين أمام أصدقاء مارتيل سبورت قنيطري كيكمل المقابلة طويلة عند لاعب أزوكار كيسددها ولكن تصدي موفق من الحارس مارتيل يونس نعيم مراوغة كتمشي عند يحيى بايا كيسددها وتصدي آخر موفق من الحارس أصدقاء مارتيل يونس نعيم مارتيل ومقتدى اختار لصالح أصدقاء مارتيل من لاعب عند نوفل وتدخل موفق ما بين الحارس محمد المتوكل ولاعب نادي سبورت قنيطري انس ناصر كان ممكن يكون هدف قاتل لكن الحارس محمد المتوكل ولاعب نادي سبورت انس ناصر في المكان يحيى بايا كيسددها عند انس ناصر مقطوعه من لاعب مارتيل مقطوعه من لاعب ازوكاد عند يحيى بايا جول مقطوعه الهدف الهدف الثالث لصالح نادي سبورت قنيطري عن طريق اللاعب يحيى بايا سجل الهدف الثالث لصالح نادي سبورت قنيطري يعني ما بقاش كثير على نهايه المقابله نادي سبورت قنيطري كيتاخر كيقلب ولاد عمر سليمان كره عند ولاد عمر سليمان كتقدم التنفيذ الحكم كيطلق الصافره ولاد عمر سليمان كيتقدم والهدف التعادل 3-3 هدف التعادل 3 اهداف مقابل 3 اصدقاء مارتيل كيتمكنوا من تعديل النتيجه امام نادي سبورت قنيطري نادي سبورت قنيطري في هذه اللحظات كيعتمد على خطه اللاعب الطائر اسانك كيقحم لاعب خامس كيعطي الزميل ديالو انس ناصر عند يحيى بايا طول عند مروان بن عبو كيضيعها ما كانش تركيز امام المرمى تركيز امام المرمى عند يحيى بايا كيبحث على التسديد ديالها وتصدي جميل من الحارس مارتيل مقطوعه اخرى من الحارس مارتيل طويله من فيد الحارس عند مروان بن عبو بسرعه عند محمد ابو عبيد عند يحيى بايا والحكم كيعلن على
نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 3-3 ما بين نادي سبور قونات علي ونادي أصدقاء مارتيل. كان معكم عبر الفجر سبور المدقشيني، ونضرب لكم موعدا في وقت لاحق إن شاء الله.